يؤدي تجهيز الطاقة الكهربائية دفع بأهالي ذي قار إلى التظاهر احتجاجا على هذا التردي، هل ثمة من أصغى لهذه المطالب؟ الكهرباء في ذي قار أزمة مستمرة وهي خانقة حقيقة، وفي هذا الموسم تزداد صعوبة وتزداد تعقيد. يعني حقيقة يوم أمس أصدرنا بيانا في البيت الوطني أكدنا فيه أن موضوع الكهرباء ومشكلة الطاقة الكهربائية مشكلة سياسية، هي مشكلة سياسية وليست مشكلة تقنية، وإلا بربك موازنات انفجارية تخصص لوزارة الكهرباء. كثير والعديد من هذه الأحزاب، بل كل الأحزاب، سيطرت على وزارة الكهرباء في حكومات متعاقبة ومتوالية. لدينا كوادر وموارد بشرية في وزارة الكهرباء تغطي حاجتنا، لدينا كل ما يحقق استقرار الطاقة الكهربائية، لكن لا كهرباء في العراق على مدى 20 عاما. وبالتالي نحن نعتقد ولدينا ما يؤكد ذلك أنها مشكلة سياسية وليست تقنية. لماذا سياسية؟ نعتقد أنها فقرة حلوب لجيران العراق ممن نستورد منهم الغاز، ونحن نحرق الغاز يوميا في العراق بكل مواقعنا النفطية. أيضا هي جيب كبير للفاسدين وأحزاب الفساد بما تدره من أموال كبيرة وطائلة. أيضا هي أداة للتسقيط السياسي والابتزاز السياسي بين هذه الأحزاب وبين من يسيطر على الحكومة وبين من يعارضه. وصل الأمر إلى تفجير خطوط الطاقة والنقل في الحكومة السابقة، وربما حتى بهذا العام. نحن في ذي قار نشهد أزمة خانقة. صديقي، أنا أتحدث ولأول مرة أستخدم الكلينكس لأنه الوضع فعلا يعني مزري. درجة حرارة 52 درجة مئوية في ذي قار في ساعة 2:30 3 الظهر. هذه كارثة. نحتاج إلى محركات للطاقة الكهربائية في ذي قار. ذي قار فيها يعني طاقة حرارية وفيها طاقة غازية ولديها العديد من مصادر الطاقة وليس لديها كهرباء. هذا موضوع يعني خطير، فيما تجد بعض المحافظات وبعض المدن حينما يصل الأمر إلى ضغط جماهيري حقيقي تسارع الحكومة لتزويد هذه المنطقة ب 24 ساعة تجهيز كهرباء. إذن هناك كهرباء حقيقية موجودة، مو مشكلة المواطنين. سيد الكريم، هي ليست مشكلة المواطن العراقي، هي مشكلة من يضع نفسه في سدة الحكم. كثير من أقضية ونواحي ذي قار انهارت المنظومة الكهربائية. في قضاء النصر اللي هو مدينتي الأساس ليس هناك أي طاقة كهربائية منذ طيب. أيام يعني تجي ساعة ساعتين فقط في اليوم، لا خطوط نقل حقيقية، لا تجهيز يعني صحيح كما تقوله الحكومة وتؤكده. أنا اعذرني، يعني فعلا الوضع يمي لا يحتمل من الحرارة. وكل هذا يحدث وتخرج الناس لتتظاهر وتحتج، واليوم خرج الشباب في ذي قار وهم يتوعدون بعدم الرجوع، لأن هذه المشكلة سياسية لا تحل إلا سياسيا، وأفضل الطرق السياسية هي التظاهر والاحتجاج والضغط على هذه الحكومة.